ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأنبار بوفاة منتسب في القوات الأمنية في ظروف غامضة. مروان الذي التحق قبل أيام لوحدته العسكرية في قيادة حرس حدود المنطقة السادسة. شقيق المغدور يؤكد عن تعرض شقيقه مروان إلى التعذيب من خلال آثار الضربة التي وجدت على جسده، مطالبين بفتح تحقيق وإحالة المتسببين بمقتله إلى القضاء. نكبنا أول يوم العيد، أخوي يعني التحق يوم 6 بالشهر قيادة حرس حدود المنطقة السادسة اللواء السابع، بحيث قام أحد الضباط بتعذيبه وفارق الحياة. زين، وآثار التعذيب واضحة وظاهرة، ذابين المستشفى القائم ولا سائلين عليه ولا نندل به إلا إحنا، رحنا جبناه من المستشفى القائم. ابننا راح غدر، ابننا راح معذب قبل ما يموت، وهذه جريمة، ونطالب من كل الحكومة، من رئيس وزراء، رئيس البرلمان، وزير الداخلية، قائد الحدود، الكل تتخذ إجراء بهذا. هاي الجريمة الشنعاء، هاي جريمة يعني لا يسكت عليها الدولة وابن الدولة، وإحنا لحد الآن منطين مجال للدولة والقانون، وإحنا ننتظر النتائج من عندهم. راح بالليل الخميس التسعة مشى من هنا بالستة المغرب، طب مغادي وثب الجمعة جانا خبره. يعني على شنو نشتل؟ أريد أناشد الوزراء، أناشد كل البشر، على شنو نشتل؟ أريد دمه. هذا الأربعة بنات دفن بلقفتي، وهذا بيته مهدوم دحقوله. الأطفال بأيام العيد يكيفون، أبوهم يجي من الدوام يتلقوه يفرحون وياه، هذا العيد ما تلقوه، لقوا أبوهم ميت. ولفت أهالي المغدور إلى وجود علامات تعذيب على أجزاء من بدنه، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب الشديد أسفر عن وفاته ونقله إلى مستشفى القائم غربي محافظة الأنبار. إحنا نريد نعرف قاتل أخونا من هو، من يجيبون أخونا وما ندري من القاتل والته وشنو السبب، ومعذبيه وما نعرف شنو السبب، يعني مسجون ومعذب وإحنا ما نعرف. إحنا نريد نعرف سبب ليش، هل هو إرهابي؟ مو إرهابي، هو عسكري، وإحنا كليتنا عساكر، أنا وأخوتي كليتنا منتسبين. أتعرض إلى تعذيب، حتى اليهودي ما يعذبون هيك. يعني احنا وين عايشين؟ عايشين المافيات. منتسب التحق الى الفوج ماله او السريه مالته، ليش يتعرض لهذا التعذيب؟ ولحد هاي الساعه لا امر لواء ولا امر فوج ولا امر سريته، ما لا اتصلوا ولا جم علينا ولا وصلونا ولا ندري بهم من ولا شرحون الحادث شنو. هكذا تحولت فرحه العيد لدى عائله الشاب مروان بعد فاجعه وفاه ولدهما الذي ذهب لتأدية واجب الدفاع عن العراق في المناطق الصحراوية بين الأنبار ونينوى. عامر محسن، قناة دجلة الفضائية، محافظة الأنبار.